أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين أمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
صدق الله.